السلام عليكم، صباح الخير البنات. صبحوا وتربحوا اخواتاتي بالخير وما كنتمناو. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم دائما تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا البنات اليوم ان شاء الله الوصفه اللي قال لك راها دايره حاله، يعني من الصيف وهي دايره حاله. وبكل صراحه البنات انا فاش دخلت يعني وبحثت عليها وقلبت لقيتها منزلينها ما شاء الله بعض الاخوات منزلينها، يعني قديمه، يعني كان اللي منزلها 6 سنين، كان اللي منزلها 7 سنين، وكان اللي عاد نزلها دابا وقال لك راها دايره ضجه. ما دايره ضجه ما علينا البنات، المهم حنا غادي نجربوها. يلا هالبنات شوفوا بكل صراحه وبكل تواضع، كيخليها مولاها الله يذكره بخير، بكل صراحه وكل تواضع انا غادي اول مره غادي نجربها، وغادي نجربها هاد المره واللي نجربها عاوتاني المره الثانيه، ونشوف الا عطاتني شي نتيجه راه غادي نخليها لكم في التعاليق، ولا غنقولها لكم في شي فيديو. واللي جربتها وعطاتها نتيجه ما فيها باس هي تخليها لي في لي كومونتير. الله يجازيكم بالخير. وكاينه واحد الاخت انا كنعرفها راه يعني جربتها المره الاولى والثانيه، دابا ان شاء الله راه عندها الحصه الثالثه، غادا تجربها في الحصه الثالثه عاوتاني ونشوفوا النتيجه كي غادي تخرج، ولا خرجت زوينه راه غادي نقولها لكم. ويلا البنات نشوفوا هذا المكون هذا اللي راه داير ضجه، واخا انه كاين منزلينو الاخوات قديم، يعني كي قلت لكم راه 7 سنين الناس منزلينو. الله يجازيهم بالخير، اللي كاين عنده شي حاجه كيفيد بها الاخوات وكيفيد بها الناس كاع، كلكم الله يجازيكم بالخير كاع الاخوات، تبارك الله عليكم كاملين ما شاء الله عليكم، لا اللي نزلتها قديم ولا اللي نزلتها عاد دابا، المهم هي المشاركه، شي حاجه زوينه شاركوها مع الاخوات، هذا ما كاين. ما نعطيهمش غير شي حاجه يعني اللي غتكون مضره، شي حاجه الله يستر لي هذه اللي تكون قبيحه بزاف، هذيك لا، يعني الوصفات الطبيعيه. المهم الله يجازي كل واحد بالخير. يلا البنات طولت عليكم في المقدمه بزاف، سمحوا لي اخواتاتي عافاكم ما تقولوا ليش طولتي في بالهضره، غير كنبغي نشرح لكم وبغي نهضر معكم شويه وصافي، هذا ما كان الغزالات ديالي ما تقلقوش مني. يلا البنات المكون الاول اللي عندنا هنا وهو اللوبيا البنات، اولا الفاصوليا البيضاء مطحونه. ها هي الغزالات ديالي عندي في القريعه، ها هي اللوبيا البيضاء البنات، كان ها هي كنشدوها البنات وكنطحنوها مزيان حتى كتولي هكا بودر، وكتغربلوها باش ما يبقاوش دوك الحبيبات باش ما يجرحوكمش في الوجه ديالكم. ايوا ها انتم الغزالات ديالي، غندوزو لهاد المكون هاد اللوبيا هادي. والله البنات الى اول مره كنحلف لكم بالله، واخا شوف الانسان واخا يكون صادق راه ما مزيانش الانسان يحلف بالله. ها انتم البنات اول مره غادي نستعملها، وإلا كانت عطاتني يعني نجربها كي كيقولوا، وإلا عطاتني نتيجة نجرب واحد المرة أولا جوج أولا ثلاثة ونقول لكم شنو. لحقاش شوف البنات هو أي وصفة من المرة الأولى راه تقدر تعطيك واحد البغيون في وجهك، تقدر تصفيه واحد شوية، ولكن النتيجة خصكم ديروا جوج وثلاثة، هذه راها حاجة واضحة البنات، مابقاوش كذبوا على بعضياتنا. ها انتم الغزالات ديالي غندير هنا اللوبيا، كل واحد تشوف القياس اللي غادي يقدها وصافي، كاين اللي وجهها كبير كاين اللي وجهها صغير، كاين اللي عندها العنق كبير كاين اللي عندها العنق صغير، المهم كل وحده والله يخلي لها صحيحتها هادشي ما نقولو. ثاني مكون البنات هنا غادي ندير حليب غبره اولا حليب نيدو. شوفوا البنات هاد الوصفه راه كل وحده وكيفاش كل وحده وكيفاش يعني مقدماها، كاين اللي دايرها مع الياغورت، كاين اللي دايرها مع كل وحده معاش دايراها. انا جربت هذه ديال الخيار، هي اللي غادي نجرب معكم، كي جربتها الصديقه ديالي هي درتها بالخيار ودرتها بهذه الطريقه هذه اللي عطيتكم انايا. ايوا دابا قالت لك راه غادي ديرها المره الثالثه وتشوف، هي راه قالت لك شافت شي شويه وجهها بحال الصفه، والمره الثالثه غادي نشوفوا شنو غادي يكون ليها، والمره الرابعه ان شاء الله. ها انتم الغزالات ديالي هنايا اللوبيا بيضاء او الفاصوليا بيضاء مطحونه مغربله مع ملعقه نتاع الحليب نتاع نيدو، وغادي نخلطوهم هنا البنات بالخيار، ما غاديش نديرو الياغورت الطبيعي لحقاش الصديقه ديالي حتى هي درتها بالخيار، غادي نديرو بالخيار. والخيار البنات بكل صراحه الخيار انا مجربها في الماسكات، مجربها يعني غير هكذا تنحكو تنديرو في داك البخاخ وكنبخو على الوجه ديالي، ملي كنكون يعني هكا في السمش وكنتعرض للسمش كندخل كنغسل الوجه ديالي بالخيار وكنخليه واحد شويه، عاد كندير البوماد نتاع الكريم تاع الدار. ها هو البنات ها الخيار البنات، ها هو شديتو حكيتو مزيان في الحكاكه وغادي نخلطو هنايا، صفيتو البنات باش ما يبقى ليناش داك التخت ما عندنا نديرو به. ايوا صافي ها نتوما غادي نخلطو هاد اللوبيا، اللوبيا هي راه كتشرب البنات، باش ديرو في راسكم القياس ديالها ماشي تبقاو تحكو وتعاودو، غير حكو واحد الكميه الخيار لقاش هي راه كتشرب. ها هي ايوا نجربو حتى انا معاكم ان شاء الله، غنجربو حتى انا معاكم، انا ما نكذبش عليكم الغزالات ديالي كيعجبوني الوصفات الطبيعيه، تنطبقهم على الوجه ديالي على الجسم ديالي، كندير التقشير كندير
يعني ماشي غير كندوش غير هكذاك وصافي. ديما الوصفات عندي ديما تنديرهم، كيعجبوني الصراحه الوصفات، وبكل صراحه كنلقى عليهم نتيجه. ولكن كي كنقول لكم البنات الكريم ديال الترطيب راه ما نخطاش، واخا هكذاك واخا كندير الوصفات، الكريم ديال الترطاب ولا البشره ولا ليكرون ديال الشمس هذوك راه ما نقدرش نتفرق عليهم، هذوك ضروريين البنات. ها انتم ها هي الوصفه ديالنا، نخليوها شويه تجمع باش ما تبقاش جاريه، غير باش ما تهرق لكمش هكا على العنق ديالكم وهداك الشيء. وهذا ما كان غادي نطبقها ان شاء الله على البشره ديالي دابا البنات، حاليا غنطبقها على البشره ديالي، وباش ما كان نعاود المره الثانيه والمره الثالثه باش ما كان، غادي نخليها لكم شي فيديو ولا نخليها لكم في التعليق. واللي جربتها تخلي لي في التعليق الله يجازيكم بالخير، وسمحوا لي طولت عليكم الغزاله ديالي عافاكم، ما ديروش مني قله الصواب وقله الاحترام، بالعكس انا كنحترمكم بزاف وكنقدركم بزاف، وكما كنتوش نتوما راه القناه ديالي ما غاديش تزيد كاع الامام، وراها باقي مسكينه في كي بدات. ولكن الشكر لكم بزاف الغزاله ديالي، الشكر لكم بزاف، الله يجازيكم بكل خير، وما كنتمناو كنقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو ومع السلامه.